السلام عليكم البنات، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم هي واحد المكرونيه بلاصوص بلونش، يعني بصلصه بيضاء، كتجي خطيره في المذاق وسهله، كتوجد زعما في 5 دقائق توجد لكم. كما كتشوفوا هي هذه المكرونيه، وعندي معكم واحد الهميزات، سنوريكم فين تيكون واحد الهميزات سبيسيال، تيكونوا ناقصين حتى 90% في مرجان. يعني هذوك ديما كنصور وما كنصورهمش، هذه المره غنوريكم غير شنو خديت، المره الجايه نوريكم فين تيكونوا بالضبط. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساونيش من اللايكات والاشتراكات. ونبداو بسم الله. بالنسبه لهادو هما الهميزات اللي تناخد، تيكونوا في واحد الشباكي، كيكونوا في واحد في اللول ديال الكولوار، في مرجان، في اي كولوار كيكون في اللول ديالو. راني غير ما صورتهمش، ماشي ما صورتهمش، كانوا عندي في الفيديو ولكن ما لقيتهمش. بالنسبه لهادو كما شفتو ديال بيم، كنت خديتهم من بيم، مشيت معطله، ما مشيتش نهار الجمعه ولقيت هذاك الشيء اللي جابوه تسالا، وخديت غير هذه عجبتني، منظمه هكا الخرجات، يعني انا ما تصلحليش في الدار، بحال خرجت ندير فيها زويتينات واي حاجه هكا تخرجيها معك. وهادو ديال المنظمات حتى هما عجبوني، يلا لقيت هاد الجوج خديتهم، يعني ما مشيتش في الوقت ما صورت لكمش، ولكن هادشي اللي لقيت خديتهم زوينين عجبوني، هادو هما اللي خديت. بالنسبه للمرجان هادو اللي كنقول لك عليهم، كنقول لكم هما هادو، يعني كيكونوا في واحد البارتيه من غير هاد لي برودوي، يعني كيكونوا بزاف د لي برودوي، كيكونوا ناقصين بزاف، كاينين شي حوايج كنلقاهم ناقصين حتى 90%. بالنسبه لهادو راه كتلقاو مازال فيهم لاضاد، ماشي هذاك لاضاد اللي في التيكيه هو اللي فوقاش غادي يتسالى، وهذاك فوقاش يتسالى السولد. هانتوما كتشوفوا لاضاد ديالو مازال بحال هاد المكرونيه، هادي عجبتني ناقصه بزاف، كما كتشوفوا الاثمنه هما واضحين في الصوره وكاتبين عليها بيو، يعني غاليين، هما راه كيديروا 17.95 درهم، دابا ب 7.18 درهم كنظن، فيها 500 غرام، والتاريخ ديالها يعني راه مازال كما كتشوفوا التاريخ هو 13/7/23، وحتى اللي قبل منها كذلك حتى 2023، يعني كيكونوا شي بروموسيون. بعد مره كيكون شي برودوي قرب يسالي كينقصوا فيه. بالنسبه لهذه المرق ديال الخضار حتى هي بيو، هانتوما كتشوفوا كانت ب 24 درهم دابا ب 9 دراهم، ومازال فيها التاريخ حتى 2022، عجبتني حيت بيو خديتها. وبالنسبه لاصوص الطوماط هذه عاديه دايرين فيها بروموسيون، حتى هذاك هذا ديال الغساله ديال الماعن، الصابون ديال الغساله ديال الماعن حتى هو دايرين جوج، دايرين له بروموسيون، كنت واخده واحد واحد اخر وليت حطيته، خديت هذا منين لقيته بجوج بثمن يعني ناقص بزاف، داكشي علاش خديته، قلت نجربو حتى هو، جربته حتى هو مزيان عادي بحال اللي تنستعمل. وبالنسبه لهداك اللي كان فوق منه راه ديال غسالات الاواني اللي كيغسلها هي نفسها، هذاك الزرق اللي حطيت، دابا نوريكم الطريقه ديالو، هذا اللي كيغسل الاله الماكينه، هادشي اللي خديت. وبالنسبه لهادو كنت خديتهم قبل ما صورتهمش، عاد صورتهم لكم. بالنسبه لهذا راه قريب يسالي، هذا الموطاغ ودي المايونيز راه كاتبين عليها بيو، يعني هادو بحال كيديروا لهم الاشهار، ماشي حيت بروموسيون، كيديروا لهم بروموسيون باش كيديروا لهم الاشهار باش الناس تبدا تاخذهم، حيت كيكونوا غاليين شويه في الثمن. انا هادشي اللي فكرت فيه، انهم كيديروا لهم بروموسيون باش الناس تزعم تاخذهم، حيت كاينين بيو وكيكونوا غاليين، يعني ماشي الاغلبيه ديالنا ما كياخذوهمش، انا بعدا ما كناخذهمش، كناخذ غير السباغيتي ولي المكرونيه العاديين، هادو فاش كنلقاهم بروموسيون تناخذهم. بالنسبه للمقادير هما هادو، كاينه بصله صغيره مشلده رقيقه، عندنا الزبده باش نشحروها، عندنا واحد الضمه ديال المرق، هذا ديال الخضار، وعندنا بطبيعه الحال المكرونيه هي هذه اللي وريتكم في الفيديو، عندنا العطريه، غندير شويه ديال العطريه ديال لي بات، شويه ديال العطريه ديال البيتزا، وهاد العطريه هذه ايطاليان حتى هي، غير شويه شويه من حاجه، عندنا البزار الابيض والملحه والحار اللي بغاه. وبالنسبه للصوجا حتى هي اختياريه، عندنا الكريمه وشويه ديال الطوماط، هذيك مطيشه المعلبه، وصافي الفرماج، فرماج اختياري اللي عندكم، انا غندير الموتزاريلا والشيدر، هادو هما المقادير.
وبالنسبه للطريقه كما شفتوا الماء غليان، درت فيه المكرونيه، درت معها الملحه والزيت البلديه، زيت الزيتون. هنا المقله هي سخونه، درت فيها داك الزبده، زبده اختياريه، ديروا الزبده ولا الزيت. كنديروا معها داك البصله تشحر، البصله اللي بغى يديرها، اللي ما بغاش يديرها يدير غير الثومه. كنخلي البصله حتى كدبال، واحد شويه كدبال حيت المقله كانت سخونه دغيا دغيا. من الاحسن اللي بغاها ما تبانش البصله يحكها. المكرونيه هي بدات كتغلى، صافي كناخذوا شويه ديال المرقه ديال المكرونيه اللي غلات فيها، كنزيدوها على البصله، كنديروا داك الضامه ديال المرق او لا اي ضامه عندكم ديال الدجاج ولا الحوت اللي بغيتو. هذه ديال الخضار، فيها قطع ديال الخضار صغيرين ما تيبانوش. كنزيد لاصوص طوماط غير شويه، حتى هي اختياريه، يعني الا بغيتو ديروا لاصوص بوحدها ديروها، يمكن لكم ديروا غير لاصوص، يمكن لكم ديروا معها الكريمه. الا ما بغيتوش ديروا الكريمه ديروا غير لاصوص بوحدها كامله هذيك البكيه. الا بغيتو ديروا غير الكريمه بوحدها ممكن حتى هي، وتزيدوا غير معلقه ديال المطيشه ديال الحك. هنا الحار اللي بغا اللي كيبغي الحار، ما بغيتش نديرها حاره على حساب الدراري. هنايا هادو العطريه، التوابل ديال لي بات كيجيبوها غزاله غير بوحدها مع مطيشه، التوابل كتجي خطيره. هنايا توابل البيتزا، غير حيت منسمات، شويه ديال البزار ابيض اولا الاسود اللي كان متوفر. هذه العطريه ايطاليا حتى هي كتواتى مع لي بات، صافي دغيا كتوجدها نتوما ميم با واحد الخمسة دقائق ستة دقائق على ما طيب المكرونيه. كنزيدو لاصوص الصوجا، كتشوفوا اللون ديالها كيجي زوين. ممكن هنايا في هذه اللحظه هذه تضيفوا الفرماج، انا ما ضفتوش نسيتو، ممكن تخليوه حتى الاخر. صافي هي طابت دابا المكرونيه، يعني كتوجد بواحد السرعه. يمكن لكم ديروها حتى في الفران، يعني هكا فاش تطيب غادي ديروها في لاصوص كتجي شاربه لاصوص مزيان. ديروها في شي مول ديال الفران، ديروا فوق منها الفرماج ودخلوها للفران. انا اكتفيت بها غير هكذايا، جات زوينه. كتشوفوا كيفاش لاصوص غزاله مع الفرماج كتجي معلكه وما كتعجنش. هاد المكرونيه ما كتعجناتش واخا طابت وزادت طابت هنا في المقله. هذا هو الفرماج شيدر، كان متوفر عندي هادو شرائح درتهم، يعني اللي متوفر حتى الفرماج احمر بلا فرماج كتجي حتى هي زوينه، حيت فيها لاكريم وفيها داك العطريه كتجي فنه وسهله. كتوجد دغيا للعشاء ولا للغدا، يعني راها كتوجد بسرعه. راكم عارفين المكرونه كتعجب الدراري الصغار والكبار. يمكن لكم ديروها غراتان، تدخلوها للفران، ديروا عليها هذا الفرماج وتدخلوها للفران تكغاتينا، غتجي حتى هي زوينه. يعني درت انا داك الفرماج كامل، راه في الاول غير في التصوير بان لكم غير شويه، ولكن راني كملت هذيك العلبه كامله ديال الفرماج ديال الموتزاريلا، وزدت واحد جوج ديال الشيدر واحد اخرين. شوفوا لاصوص كي كتجي خطيره غزاله الصراحه، غير جربوها وردوا عليا، كتجي فنه. واي مكرونيه عندكم يمكن لكم تجربوها، ماشي بالضروري هذه. انتما كتشوفوا كتجي المكرونيه حبه حبه، ما كتجيش معجنه ولا ملصقه ولا حتى حاجه. كيجي داك لاصوص وداك الفرماج معلكين غزالين بصراحه، غزاله المذاق ديالها. واخا نعيا نشكرها لكم، ما غاديش نوصل لكم الفكره حتى تجربوها وتردوا عليا. الا عجبتكم ردوا عليا في لي كومونتير، يعني بصراحه انا عجبتني مع داك التوابل ديال البيتزا، حتى هما جابوها خطيره، كتجي فيها نسمه زوينه. وصافي هكا هي وجدت، راه واجده. ممكن تخليو فيها لاصوص، ممكن انا نشفتها شويه. كما كتشوفوا المنظر ديالها كيجي رائع، كيشهيك تاكلها. المهم انا ندير لها الحار،
انا شهادني نو الحار لي باط، انا كناكلهم بالحار بزاف، وكندير شويه ديال هاد ميلونج ديال البيتزا من الفوق حيت فيه الاعشاب، كيجي من السم زوين بحال هكا تاكلي بيتزا، كيجي من الفوق هكا. ولا عندكم داك الاعشاب الريحان اي حاجه ديرها من الفوق، شتي المنظر ديالو كيجي رائع، وكتجي حبه على اختها نتوما كتشوفوا غزاله. كنتمنى تجربوها، ما تنساونيش من اللايكات والاشتراكات. انتوما راه هكا تشهي، ما صبرتش عليها مازال سخونه، ها غزاله.